وين اليوم أستاذ بشار من نقابة الفنانين؟ لسه صحبة؟ أنا قلت هذيك اليوم أنا ما كتير يعني هذه النقابة بتعني لي شيء، لأني أنا بحياتي ما استفدت منها بأي شيء في العالم. وحتى أنا لحد هلأ أنا ما معي بطاقة نقابة، يعني ما حدا عم يشتغل للنقابة من أجل الصالح العام، كل واحد بيشتغل من شأن جيبته من شأن حاله فقط لا غير. ودائما أنت لما بتفضل نفسك على مجتمعك مهما وصلت إلى العلياء بتضل فاشل ومحتقر لنفسك. طيب ما ليش ما فكرت تكون فعال وعضو فعال وأيضا مساهم ومشارك بأي فكرة حاب تطرح؟ بدك دعم سياسي وبدك تمسيح جوخ وبدك بوس الصرامي ولعق الصرامي لحتى تصير، غير هيك ما رح تصير. للأسف. تحية لك أستاذ بشار، وأكيد ست سهير سرميني معنا أكيد المخرجة، وأيضا بينحكى كثير عن عمليات تجميل، خلينا نغير شوي مود السياسي والمواقف والتصريحات. عمليات تجميل كثير من الفنانات صاروا يحذوا هذا الحذو اليوم، قديش مزعج حضرتك كمخرجة لما تكون مثلا في عمل تاريخي او عمل بيئة شامية والكلهم طالعين تيبيكال اذا بدنا نقول، او طالعين في شيء بيشبه بعضه كثير؟ طبعا طبعا، مو بس قصه العمل البيئه الشاميه او التاريخي، حتى بالاعمال الاجتماعيه المودرن، يعني احيانا وقت بتكون بدك تاخذ ست كبيره هي ام يعني في ستايل معين لها، فكتير صعب طلع انك تاخذها بنتها. لا لا، بغض النظر عن بنتها، انه ممكن تلاقي رموش، ممكن تلاقي قصص انه انت ما تقدر تشتغل فيه شيء، يعني ما فيك تتصرف شيء. طب كيف بدك انت تركب هي الشخصيه وتقول انه هي مناسبه اذا كان في هذا التغيير هذا الشكل بالوجوه؟ طبعا في، هلا انا ماني ضد انه المراه تهتم بحالها وتعتني بشكلها وجمالها بالشكل المنطقي والمعقول، اذا في خطا تصلحه بشكل انه يكون طبيعي، لكن بس وقت بيكون في شيء خارج من المألوف بالخدود وبالشفايف وبالرموش وبالعيون، في شيء اوفر يعني. فهذا في مشكله، يعني في تلاقي كل الناس نسخه، صعب يعني تلاقي انه حتى تعابير ما في، يعني بده يعلق الاستاذ بشار بده ياخذ مني، ما في على كافه الاحوال بكفي الاعمال البيئه الشاميه انه سلطت الضوء، انه كان في بهديك الايام دكاتره التجميل ينفخوا شفاف بشكل مزبوط، شكرا لدكاتره التجميل بالثلاثينات يعني كان في، هلا عم نشوف باب الحاره بجزء العاشر، هل هذا الشيء بياثر على اختيار وانتقائك للفنانين؟ طبعا طبعا طبعا، انا ما عم شوفه، لا ما عم شوفه يا شاميه، وانا ما بحب اعمال بيئه شاميه كمان، يعني لا بشوفها ولا حتى ولا بفكر تشتغليها، لا لا ما يعني هي خارجه عن المود. لا بشكل عام يعني بياثر على انتقاء للفنان لما يكون هذا الدور مرسوم لهذا الفنان، او انت بتشوفيه موجود لما تشوفي عمليات تجميل الشخصيه، انت بترسمها هي الشخصيه وتقرا نص بتشوف انه هذا هي الشخصيه هي بتناسب، انه بدك تختار، عندك خيارات من الفنانين اكيد بدك تختار حدا بعيد عن يلي ممكن يكون ما تتناسب ابدا معه، اللي عامل ممكن تجميل او اي شيء، بشو كثير بيصير في صعوبه بالاختيار.